خلاص خلص عقدك، توكلت على الله من النادي بعدها. بس انا عارف ان هم احسنوا وداعك داخل غرفه الملابس كمان طبعا ساعتها يعني. يعني انا سلمت على الناس كلها، والناس الحمد لله كلها بتحبني وعشره يعني، زمايلي او عمال غرف الملابس او الاداريين او حتى الامن اللي بره، ومجلس اداره طبعا يعني على اولهم طبعا في الاحتفاليه اللي هم فوجئت بالاحتفاليه اللي عملها لك كابتن خطيب والمجلس والنادي، لانه نادرا الاهلي ما بيعمل كده، خلي بالك يعني. بيكتفوا بتكريم داخل غرفه الملابس لكنه دي احتفاليه غرفه الملابس. دي احتفاليه. انا بعد الاحتفاليه دي يا كابتن انا روحت يعني، روحت البيت ويعني كنت زعلان جدا. فزوجتي قالت لي تعالى نخرج شويه عشان انت متضايق. فخدتني مروح صعبان عليك نفسك. اخر يوم بقى. نعم. فانا لما مشيت حضرتك، انا دخلت معاك مداخله اليوم ده. ايوه. انا دخلت مع حضرتك مداخله اليوم ده، بعديها مباشره يعني بعدها ب 10 دقائق تقريبا كابتن خطيب لقيته بيكلمني. ده بعد المداخله. بعد المداخله اليوم كابتن ده كابتن خطيب نفسه اللي كلمك. فلقيت هو كان فيه تاني يوم ماتش الحرس. ايوه. فكابتن اللي هو شوبير، ماتش الاحتفال بالبطوله. ماتش الاحتفال مظبوط. بالدوري. فكابتن شوبير كلمني، كابتن خطيب كلمني وقال لي ايمن انت بكره لازم تبقى موجود مع زملاتك تحتفل بالدوري، حلو. لان ده حقك انت واحد من كباتن الفريق، وانت شاركت في الدوري دوت بجهدك ولازم تبقى موجود. كويس. فانا كانت نيتي ان انا مش هروح صراحه. ما كنتش هتروح. انا نيتي في الاول يعني قبل مكالمه كابتن خطيب انا ما كنتش هروح. واتكرمت في اوضه اللبس فكرمت وخلاص. وخلاص ويعني وشكرا وبتاع يعني، وبفكر بقى في اللي جاي يعني. حلو. بعد مكالمه كابتن محمود طبعا يعني طبعا بتغير يعني المود طبعا يعني انبسطت جدا تشعر بالاحترام هو والتقدير. بالظبط يعني قدرني جدا ايوه. وقد ايه بسطني يعني. فرحت تاني يوم الاحتفال، احتفلت مع الفريق كويس. بالبطوله. فانا وانا بسلم عليه قال لي انا مستنيك بكره تيجي لي الساعه 10 الصبح في النادي. كمان. فانا مش ما كنتش عارف، فبسال الكابتن سيد والكابتن خطيب عايزني وكده، قال له عاملين لك احتفاليه يعني وكده، وهيسلموا لك درع وكده. فانا كويس. اتبسطت جدا يعني، حسيت بالتقدير الحقيقي. بثلاث ايام ورا بعض بتتكرر طبعا يعني. نعم. مع فريقك زمايلي بتتكرم، وبعدين النادي نفسه البطوله يعني مع الجمهور بالبطوله، ثم مجلس اداره مجلس النادي بقى الاداره. نفسه. نعم. فدي حاجه انا يعني ما بتحصلش ما كتير. بتحصلش طبعا. نعم. يعني ما بتحصلش، يمكن دي حاجه خلتني فخور بنفسي يعني. طيب ايه اللي دار في الاجتماع؟ لانه حصل كمان قعده بينك وبين الكابتن خطيب ساعتها، وانت خلاص هتتحرك ورايح نادي تاني وهكذا يعني. ايه اللي دار في الاجتماع بينك وبين الكابتن خطيب؟ بص، هو كابتن خطيب طبعا يعني قال لي العب على قد ما انت عايز تلعب وعلى قد ما تقدر تلعب، وبيتك ده مفتوح في اي وقت فعلا. يعني، انت بيتك ده مفتوح في اي وقت، انت هتخشه في اي وقت، لان انت يعني هو قال لي كده. انا بصراحه ما كنتش متخيل الكلام حلو كده يعني. نعم. يعني انك مثال لزمايلك ومثال للعيبه الناشئين اللي طالعين، الله. انك قاعد سنه كامله ما عملتش مشكله معلش واحده. مشكله فعلا، معلش مشكله. فانت مثال. نعم. فمثال يحتذى به. فانا بالنسبه لي دي حاجه يعني، انا مش مثال ولا حاجه يعني، بقول لنفسي لا يعني. مثال طبعا. ف لا يعني اتبسطت من كلام جدا، وحسيت بان انا مبسوط يعني الحمد لله. بس انت تستاهل الحقيقه يعني، لأخلاقياتك ولكل اللي انت قدمته للنادي. في أغنية حلوة لمحمد فؤاد تقول لك خدني الحنين